الأصفر خاص بالتشيكن اللي هو الدجاج. كيف السعادة؟ خلاص أنا ما أبغى نتفليكس، أبغى أجلس هنا وأتفرج على الشيف. تحصلين على شهادة الجودة العالمية ISO 22000 للصحة والسلامة الغذائية. تقدر وأنت جالس من طاولتك تقدر تشوف الأكل وهو بيتعمل قدام عينيك. تحس إنك منك في المدينة كأنك في اليابانة. موزو وين راح يا موزو؟ واضح. وهذا يعتبر أخطر عنصر. ده يا الأطفال. يا سلام، خلهم يطبخوا لك. لا ما ابغى يطبخوا، يطبخوا نفسهم. نقيس به درجة حرارة كل طبق يخرج من المطبخ. يا مرحبا شباب، الله يسعدكم ويعطيكم العافية. اليوم حلقتنا حلقة مميزة، اليوم معانا ضيف. الله يحييك، كيف حالك؟ الله طيب، ايش اخبارك؟ ان شاء الله نورتونا وسعدتونا. الزيده كده شاي كانك صيني اليوم. كيف حالك؟ عيونك اليوم. الله يحييك، كيف حالك؟ طيب، ايش اخبارك؟ كيف حالك انت؟ اخبارك؟ فين رايحين يا خلاد؟ رايحين على المطعم الصيني. يا سلام. اليوم الاكل صيني. اليوم الاكل صيني. زبد زبد. ايوه. ايش حنسوي نحن بالاكل الصيني؟ تعرف شيء بالاكل الصيني؟ انا مره ما اعرف شيء بالاكل الصيني. هو احنا نروح هناك ونتفاهم. نتفاهم هناك. خلي تنزل ونشوف ايش. ايوه هو زي كذا لازم. يا خلاد انت لا عرفت نفسك على المتابعين ولا شيء كذا، داخل على طول رايحين مطعم صيني. عرف المتابعين عن نفسك. اسمي خلاد علي الذروي. يا عمي مو مقابله شخصيه. حياكم الله في مطعمنا. معاكم الشيف محمد. اتكلم قايلو. انا اسمي فلان. يا ابن على قول هاوي اكل ولا ايش وضعك انت؟ طاهي سابقا. يا سلام. يا سلام. في اي مطعم انت؟ برجر كينج. ما شاء الله تبارك. ايوه ما شاء الله. سابقا. انا صحفي سابق، عضو نادي سابق، وكاتب سابق، يعني كل شيء سابق. انت حتدرس المطعم دراسه. ايوه وعاشق المطاعم. اوف اجوائي الكرشه ما جات الا من المطاعم. يا سلام. يا سلام. انت شكلك دوز بس ما عليك. عاد رمضان جوك انت. عاد ايش نسوي؟ قم قدامك. سامع صوت البواري ولا ما انت سامع؟ كفو يلا. متاخر انت، دائما متاخر اقسم بايات الله. ما في يوم الا انت تزرقنا. فينك انت دحين؟ ترى خلاص زعلان يقول لك حتنزل حق. ايوه مو في المطعم الصيني، مطعم ثاني. ايه شوف يا خلاد، الرجال والله تاخر ونحن كفينا ووفينا معه صراحه. دقينا عليه اكثر من مره وتاخر. صحيح. خلينا نخش المطعم ونشوف ايش وضعه، اذا لحق علينا لحق علينا. نعم. خلينا نقول بسم الله ونمشي ان شاء الله تبارك الله. يا اهلا وسهلا، مرحبا، شرفتونا. يا سلام. تفضلوا. هنا لاستقبال الطلبات الخارجيه. ما شاء الله تبارك الله. عندك هنا جهاز طلب بالخدمه الذاتي، لو حاب ان انت تطلب منك لنفسك تلقائي طلبات سفري تكون من خلال الجهاز ده او من خلال الكاشير اللي موجود هنا على حسب الرغبه الشخصيه. اذا حاب ان انت تعتمد على نفسك بدون اي ازعاج تقدر تطلب من هنا تلقائي وتحاسب. الطلب تلقائي بيكون في المطبخ، طلب وانت جالس هنا بيوصل لك عن من خلال مقدم الخدمة الآلي، بيوصل لغاية عندك. خلاص انت جيت تاكل اكل صيني صح؟ ايوه. طب انا ما نعرف ايش مكتوب ده، انا صراحة انا ما اعرف يعني مربعات اكسو هو ولا ايش وضعه ده؟ هذا ايوه الله يكرمك دورات مياه نساء. طب ايش مكتوب يعني تقدر تجيب لي؟ هو دورات مياه مكتوب؟ كذبني؟ لا 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 ما احتاج. انه احنا مطعم انديز، تمام، متحصلين على شهاده الجوده العالميه ISO 22000 للصحه والسلامه الغذائيه. ما شاء الله تبارك. تمام. ايش معنى الكلام ده يعني؟ يعني احنا اهم شيء نركز عليه هو الصحه وسلامه الغذاء المقدم للزبون. السلامه تكمن او الصحه تكمن في انه كل العمال هنا لابسين كمامات. جميل. تمام، عشان لو قدر الله في اي شيء يكون كل شيء يعني محمي، سواء للزبون سواء للموظف. طيب يا خلاد انا بقول لك اخذين شهاده الايزو. كيف اخذوا شهاده الايزو؟ تعال خلينا نخش المطبخ ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا خلاط زي منك شايف الان خلفنا الان زي منك شايف هذا هو مكان تحضير الاكل الصيني. زي ما انك شايف هناك على هذيك الجهة هناك تحضير الأكل الهندي وهو مطعم مشترك ما بين الصيني والهندي. زي ما انت شايف كده أستاذ يوسف عندك هنا الصالة في الدور الأرضي ديت بتكون عبارة عن صالة مفتوحة نقدر نستخدمها للشباب هي أول شيء للشباب لكن بعض العائلات عندها رغبة شخصية هي تكون تجلس في منطقة مفتوحة احنا بنلبي لهم اللي هم عايزينه بالفعل هذه حسب الرغبة الشخصية يعتبر كده الأفراد هنا نعم. جميل لكن أنت عندنا يعني متاح عائلات تقدر تجلس هنا مفيش مشكلة تقدر الشباب تجلس عادي برضه مفيش مشكلة في نفس الوقت عندك الخصوصية الكاملة للعائلات والدور العلوي فوق الآن نعم. يعتبر العوائل يعتبر الآن فوق نعم العائلات وإيش الميزة عندكم أنتوا في العوائل؟ العائلات عندنا ميزة فيها أن هي فيها خصوصية كاملة 100% حيث أن أنت وأهلك تقدر تاخد راحتك غفلة 100% تقدر تاخد خصوصيتك كاملة 100% جميل. بدون إزعاج بدون موسيقى بدون أغاني بدون أي شيء ما شاء الله تبارك هذا نعم. في قسم العوائل قسم العائلات نعم ما شاء الله تبارك احنا ما نشغل لا موسيقى ولا أغاني ولا أي شيء وزي ما أنت شايف التلفزيون يشتغل على أشياء عرض للمطعم عندنا هنا طاولة في اي بي تشمل اكثر من خصوصية تقدر تستخدمها خصوصية كاملة نقدر نقفل لك كل الستائر دي خاصة بالمناسبات خاصة لو عندك شيء مناسبة عندك شركة عندك اجتماعات عندك عائلة عندك شيء اوكي نقدر نقفل لك كل شيء وتكون الجلسة فيها خصوصية كاملة 100% انا شايف الان هذا شو اسمه ده الفي اي بي مطل على نفس المطبخ تقدر وانت جالس من طاولتك تقدر تشوف الاكل وهو بيتعمل قدام عينيك الزبون عنده رقابه على المطبخ زي نفس رقابه الاداره بالظبط ما شاء الله بحيث ان انت تقدر تشوف اكلك وهو بيتعمل من خلال الطاوله قبل يعني هو قاعد يتجهز انا اقدر اطالع الشيف ايش قاعد يسوي الان زي ما انت شايف قدامك تقدر تصور هذه الان نعم. القاعه الان هذه الان انا اقدر احجزها حجز ولا نعم. هي لجميع العملاء يعني والله هي عشان عليها اقبال كبير فبتكون بالحجز ده غرفه ناخذ راحتنا يا سلام هنا نقفل الباب ونبدا بالراحه يا سلام تسوي اجتماعاتك انت هنا وتضبط امورك هناك نجلس اجتماعاتنا واحلى شاشه طب انا ما عندي اجتماعات عندي نتفليكس يا سلام تشغل افلام على طول افلام انا ابغى ابغى اكل واتفرج لفيلم يا سلام واتفرج للشيف عشان لا يتاخر علي يا سلام على طول شوف هناك يعني سعاده هنا وهنا ما شاء الله القاعه تفوز رهيبه جدا كم تقريبا كم عددها هذه الان ما عليك احنا نجمع الشباب ونسوي نفس عندنا اجتماع همشي كلهم يلبس رسمي يا سلام 1 2 3 4 5 عاد ياسر ما له مكان عندنا والله ياسر يا تو جدا ما له اي مكان معاد لو سمحت ايش حله ده الحين هذا ايش ناكل وهو يتفرج بس حتى الفيلم ما راح يتفرج معنا نخليه يجلس برا وش رايك يا سلام شوف 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 الريش شوف السعاده خلاص انا ما ابغى نتفليكس ابغى اجلس هنا واتفرج للشيف يا سلام يا بس مباشر هنا ايوه في احلى من الفيلم اللي جاي يصير هنا طب واحد خلاص ما اتوقع يبغى غرفه مقفله اذا كان عنده اوه بس انا ماني من النوع ذا انا بالعكس بتفرج للشيف يا سلام تنبسط معاي انت ايوه بس اذا مثلا يعني ان شاء الله عندي اجتماع مهم حقيقي حلو اقفل هذه الاشياء اقفل هذه مالك مال الشيف ايوه يلا نقول للشيف مع السلامه اوف 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 يا الراحة يونتا الله يحييكم في مطعم انديز معاكم ريان محمد امين مدير عام الشركة طيب يا خلاد انا بوريك شيء خلف الكواليس نحن الان شفنا المطبخ في شيء خلف الكواليس خلف المطبخ بالضبط ايش اللي قاعد يصير كيف التحضير عندهم خلينا نحن نشوف الان ندخل خلينا نشوف الرحمن الرحيم الله. طيب يا خلاد الحين انا اوريك علامات يلا يا خلاد فين النقطه الاولى هنا الآن؟ اول نقطه للخضار الخضار يتم تعقيمها هنا هنا هذه النقطه هي إيه؟ تعتبر النقطه الاولى اللي هو تعقيم الخضار انا عندهم التعقيم حتى مهم. الخضار يتعقم إيه؟ مهم بسم الله
بسم الله خش ما شاء الله. عندك الثلاثة هذه، هذه الثلاثة ثلاث مراحل هي بتكون على تعقيم، على تعقيم الخضار فقط. جميل. وبعدها بعد التعقيم والتنشيف نجي لهنا تبريد. ما شاء الله تبارك. طبعا افضل شيء عندهم كلها ستيل. هذه هي الخضار بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه الان نحن الان والله التبريد تبريدها ليس قوي، يعني تبريد ليس قوي، بدينا نتكلم لغه العربيه مره ثانيه. عندنا كمان زي ما انك شايف اللي هو غرفه التجميل، الدجاج واللحم، يعني عشان تعرف انه ما هو نفس التبريد، يختلف من تبريد لتبريد. وفي غرفه هنا فقط الخضار، هنا فقط الخضار، وهناك هنا تبدا في اللحوم والدجاج. نحن الان يعتبر في المنطقه الثالثه، خلينا نروح نشوف المنطقه الرابعه. يلا. طيب في كل ما انت ثلاجه موجود معنا تشيك ليست. جميل. التشيك ليست هذه في ما انت شخص مهمته يوميا صباح وظهر، ويعني ما انت بالليل بيجي بيشيك كم عندي موجود هناك درجة حرارة بشكل يومي، بشكل يومي وبشكل دوري. جميل. انت لما تيجي تشوف هنا عندي تشيلر يعني نمبر 3. هذا تشيلر نمبر 3. جميل. موجود الفوق كم انا لازم بجدها درجة حرارة اللي موجودة عندي بين واحد وبين يعني خمس يعني درجات. حلو. ما بين الواحد والخمس. ايوه. حلو. واضح. بيجي بيشيك هنا بيشوف هنا موجود عندي اللي هو فريزر اللي انتم شفتوه اللي هو جوا حق التجميد، اللحم حق التجميد. اي نعم. يعني لازم تكون الدرجة بين معناتها 15 وبين معناتها 18. شوف يا يوسف هذا وانا طفل، سبونج بوب هذا خويك، شوف ورا واك هذا وانا طفل ما في زي كذا يا زلام. ايوه ما في الا كافتيريا يا زلام. تعال 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 خلينا نعيش الطفوله شويه. كيتشن، انا شايف كيتشن اطفال، يعني ايش معنى كيتشن اطفال؟ طيب عندك مطبخ الاطفال، ده شيء مميز عندنا في انديز واختراع فكر جديد متطور، بمعنى ان انت لما تيجي مع اهلك هنا واولادك بدل ما كنت بتودي الاولاد العاب والشغلات زي كده ما منهاش اي شيء فايده، لا النهارده البيبي بيجي هنا معاه بنت متخصصه شيف بيبدا يعمل اشياء بسيطه، نفس الشيء اللي بيعمله بنفسه هو اللي بيكمل فيه المرحله الاخيره، وبعد كده بيغلفه في علبه خاصه هديه زي كده وبياخدها معاه. يعني هو اللي يطبخ مع الشيف ويخلص الطبخ نفسه بلبس الشيف بتاعه، سواء كان بنت او ولد كل حد له لبسه. يا سلام. ودي كذا ارجع 20 سنة. يا سلام. ترجع ورا. ايوه ورا شوي عشان بس اجي هنا. هذا مودك. ما انا شايف خويك هناك سبونج بوب. صديقي ذا. صديق الطفولة هذا. في احلى من كذا؟ كيتشن كامل للاطفال. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، من جميع الانواع، حتى السكاكين هنا كمان بالوان. شايف؟ الجو الوان تفتح النفس والمكان جامد والمطبخ صغير كمان. هتنزل تحت. طيب الحين احنا موجودين في النقطة الرابعة اللي هي منطقة تقطيع الخضار، فيجيتابل كاتينج اريا. واضح. الفيجيتابل كاتينج اريا هي متكونة من طاولة، من حوض، ومن معناتها دست بين بلدية وانت بكرامة. واضح؟ جميل. ويعني احنا بنتبع اللي هو كودينج يعني كالرز حقت اللي هي شوبينج بورد. واضح. هذا اللي موجود انترناشونال ستاندر. تمام. واضح. نجده هنا اللي هي فروت اللي هي معناتها اللي هي فيجيتابل. واضح. تجد لوحه تقطيع لونها اخضر. في موجود عندنا يعني معناتها تقريبا 6 الوان. اللون اللي هو احمر يعني حقت اللي هي اللحمه. واضح. اللون اللي هو ازرق اي شيء تابع فيش او معناتها السي فود. جميل. واضح. اللي هو لون اصفر خاص بالتشيكن اللي هو الدجاج. واضح. وهذا يعتبر اخطر عنصر موجود معانا اللي هو الدجاج، يعني معناتها ما لازم تصير فيه كروس كونتامينيشن. ايش هي الكروس كونتامينيشن؟ انك انت بتقطع في نفس اللوحه اللي هو الدجاج وتيجي بعده بتقطع اللحمه. جميل. لكن الدجاج في حاجة جدا خطيرة اسمها سالمونيلا. واضح. هذه يعني معناتها مايكروب جدا خطير. يعني بعدين نمر اللي هو فروت اند فيجيتابلز.
اللي هي خضار واللي هي يعني معناتها فواكه. حلو جميل. تنقص موجودين فيها اللي هي نفس الغرفة. جميل. اللون البني هو الكوكد ميت، يعني لما يكون عندي لحمة نصف استواء واضح لازم أنا بغير لون معناتها اللوحة حق. يا سلام. أيوة أهي اللي هي كوكد ميت. اللون اللي هو أبيض أي شيء بيكري، أي شيء ديري، أي شيء معناتها مشتقات حليب أو شيء معناتها لازم يتم تقطيعه باللون اللي هو أبيض. بالأبيض. يعني علما كل لوحة يعني لازم يكون السكين حقها خاص بها بنفس اللون. جميل. كل لوحة يعني لازم يكون خاص بها السكين حقها. حتى السكينة نفس الألوان. نفس الألوان. طيب الحين اللي هي النقطة الخامسة إن شاء الله اللي هي منطقة تقطيع الدجاج واللحم. زي نفس السيستم اللي احنا حكينا عليه هنا، يعني موجود عندنا طاولة معناتها تقطيع ستيل، يعني موجود عندنا معناتها دست بين بتكون لونها اصفر زي لون الدجاج اللي راح يتحط جواه. حتى الله يكرمنا الزبالة كمان نفس اللون. نفس اللون. كل شيء نفس اللون. واضح. هذه اللي موجودة الوان اللي احنا حكينا فيها برضو، وفي كل منطقة موجودة لوحات إرشادية عشان بتذكر الموظف اللي هو جالس معناته بيشتغل هنا. يعني هذه حقة اللي هو الكوكد ميت، هذه حقة اللي هو الدجاج، وهذه حقة اللحمة. جميل. تمام. وكله موجود هنا. موجود عندنا اللي هو النايف سانيتايزر. واضح. كل السكاكين بنفس الألوان. كل معناتها السكاكين بنفس الألوان موجودة. واضح. واللي هي موجودة فوق اللي هي فلاي كيدر ماشين، يعني مصيدة حق الذباب. كل منطقة عندها مكيف. جميل. عندها نايف سانيتايزر، عندها فلاي كيدر ماشين، عندها طاولة، عندها حوض، كل شيء. جميل ما شاء الله تبارك الله. إيش الريبوترات هذه اللي الأجهزة؟ إيش الأجهزة هذه؟ هذه الأجهزة نستخدمها في الاستقبال، نستخدمها في خدمة الزبائن. هذه الأجهزة الآن هتتوقع أو ممكن أول مطعم بشوف الأجهزة هذه اللي موجودة عندنا؟ أربع أجهزة ما شاء الله. في صالة العائلات، في صالة الشباب تحت، في زي كده نستخدمهم على حسب الزحمة وعلى حسب الطاقة الاستيعابية في المطعم. ممكن في الاستقبال، ممكن في تقديم الخدمة للزبائن. أستاذ يوسف تفضل بينا لصالة العائلات الدور الأول، حيث الخصوصية كاملة 100%. خلاص مصعد. مصعد. أيوه. دقيقة. هيا نقف علي. حمد على الحساس. على الحساس وراك. يعني الغلط مو مني. مو منك ها؟ نعم. الحين على فكرة ترى بنطلع من هنا. والله عكس يعني. أيوة. نعكس يعني. تطلع أيوة. هنا حلو. إذا بتجي من هنا ما عندك مشكلة. بس أنا ما راح أجي من هنا. هذا الآن قسم العوائل. قسم العائلة. ما شاء الله تبارك الله. خاص العائلات خصوصية كاملة 100%. تفضلوا. مطل خارجي على المطعم، صالة المطعم من تحت. حسب الأذواق. ما شاء الله تبارك. هذا الآن مطلة. هذه أنا ماني شايف فيها خصوصية كده مفتوحة الآن زي. مش مفتوحة. ديت فيها خصوصية ممكن 60-70%. أنت لما تدخل جوه في الطاولة يكون عندك صالة الشباب تحت، مش حد شايف شيء. برضك احنا بندي الزبون حرية ان هو يختار حسب ما هو عايز. انت عايز تجلس هنا اوكي، عايز خصوصية كاملة 100% موجود برضك. ممكن انت برضك لما تدخل الطاولة هتعرف اللي ان هي فيها خصوصية ممكن ما يقارب 70%. طب خلينا نشوف اللي هي مقفلة 100%. تمام استاذ يوسف تفضل. عندك طاولات زي كده تسعى لاربع اشخاص ما شاء الله تبارك الله، عليها خصوصية كاملة 100%، حس ان انت هنا كأنك جالس في البيت بالظبط. ما شاء الله. مع اهلك، مع أولادك، حريتك كاملة 100%. مقفلة تماماً. ما فيها أي شيء. فيش كهرباء؟ فيش كهرباء. USB. عندك أي شيء وانت جالس من على الطاولة، الزر ده والزبون قاعد على الطاولة يقدر لو ناقص مية، ناقص أي شيء تك على هنا، بيعطيله رقم الطاولة في لوحة خارجية هناك تظهر معاه، تظهر عند الصالة برا، تظهر عند كل الكباتن والكاشيرية والوترية. نكون أقرب حد للطاولة ديت هو اللي بيجي يسأل. زي ما انت شايف كده الزبون. تفضل.
زي ما انت شايف كده بيبدأ الكابتن او المسؤول عن المنطقه ديت يجي يسالك ايه اللي ناقص عندك بالظبط. جميل. بنفس مكانك فقط تضغط الزر ويجيك الى حدك، ما يحتاج انك تروح تناديه او حاجه. يعني خلاص بنبذل كل شيء بحيث ان الزبون ياخد جلسته مرتاح، ما عندوش اي ازعاج من اي حد. هذا بتاع الصوت. ثانك يو. هذا سلاده جرسي. ايش طلبت انت؟ دقيقه، طلبنا زبده. ايه زبده دجاج. حلو. وطلبنا برياني دجاج. حلو. وطلبنا شمبانيا سعودي. يا سلام. أيوه. وسلطة جرجير. حلو. وطلبنا شو اسمه برياني 65 ششتار ذاك اسمه. يا الله يا اخي الاسم ذا مشكلة. سنغافوري. اذا جاي سنغافوري وقنبري 95. فهمت شيء؟ اوكي طيب، هذا شيء جدا مهم واللي احنا معناتها نستعمله فيه منذ سنوات ما شاء الله. هذا يعني معناتها مقياس درجة جودة الزيت. جودة الزيت اللي احنا بنطبخه به. جميل. واضح؟ هذا معناتها مقياس درجة جودة الزيت. هذا جهاز انه لازم نقيس به درجة حرارة كل طبق يخرج من المطبخ. أقل درجة حرارة لازم تكون لأي طبق أقل شيء اللي هي 63 اللي هي 63 درجة حرارة. هذا أقل شيء. أقل منه ما لازم يخرج. الشيف يعني معناتها يوميا معناتها بياخذ يعني عينات كده عشوائية. ها؟ أيوة عشوائية. جميل. أوكي؟ يقيسها بالجهاز هذا ويسجلها هنا. جميل. وكل اللي موجود هذا لازم يتم الاحتفاظ به، يروح الى معناتها إدارة الموارد البشرية، يعني هي اللي راح ترسله بعدين الى معناتها إدارة الجودة. شو اسمه هو؟ ميمو؟ موزو. موزو. وين راح يا موزو؟ خلاص روح يا موزو، ما نخرك. روح. والله ودلعناك يا شيخ. شايف كيف؟ والله ودلعناك. بدينا. بدينا؟ بدينا. بدينا في الطحن ذحين يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. جات موزو. وقر عن موزو. شكله زعلان موزو. تحس انك منك في المدينه كانك في اليابان. بدينا. شفت التطورات اللي عندنا؟ والله يا شيخ بدينا تطورت ترى. ايش تحسب؟ نبدا ناكل الحين؟ احنا ناكل الحين. تسالني على الايز وانا خلاص. خلاص غادي بدي اكل. خليني اكل الحين. وقف التصوير. خلاص اصبر. نبدا الحين في الاكل. خش رزهم جامد صراحة. يعني ماخذين جودة وأكل وإيش ما شاء الله. دام إني أنا هنا بديت خلاص مرة. صراحة هذا الطبق ما أدري شو هو بس حلو. جيد. أنا إنسان أحب الدايت ترى، ما أحب يعني هذا الأكل. يسلم. وهذا الصحن ترى مو حقي يعني. يا سلام. ولا هذا مين اللي أكل فيه؟ هذه لوحة فنية. إيه. أنا يومي ما يبدأ إلا بسلطة. يا سلام. وما ينتهي إلا بسلطة. يا الله واضح. حياتي سلطة. يا سلام. شوف الرشاقة. إيه. شوف الأناقة. واضح وباين. يا سلام. هذا من الأكل ما يحقي. ما يحق لك ابدا. ايش الرسمه اللي سويتها انت الان؟ هذه تعبر
أنا شغف للمطاعم. يا سلام. بس مو لي طبعا. إيه؟ هو فنان ثاني. أنا بس شفته هنا. شاذ. شو الحركات هذه؟ والله احنا نعرف مغسله لكن عندهم تطور والله. والله اوف اوف فين المغسله بدون مغسله شكله؟ لا عندهم مغسله كمان. لا ايش تحسب؟ شوف ها كاتبينها بالصيني ترى افهم انا بالانجليزي. هذه دورات مياه كاتبين بالانجليزي. بالصيني بالصيني. ها خلاد كم تقييمك للمطعم بدون اي مجامله؟ شوف بشكل عام ايوه اديهم 10 من 10. لا يا شيخ انا اقول لك ليش. من اول ما تدخل اوكي يعني واحد يفتح لك الباب. انا في بيتي انا ما حد يفتح لي الباب. هذا زبد كاسات الشراب يا زلمة ايوه اهم حاجة. نوصل للاكل عندهم صيني وعندهم الهندي. انت جربت الهندي وجربت الصيني؟ ايوه انا اتكلم عن نفسي محبين الهندي. هندي اوكي يعني زبد مو اول مره ولا هي اخر مره. حلو زبون قديم انا ترى في الهندي. الهندي حلو. وحبيت الصيني صراحه. كم تقييم دا وكم تقييم دا؟ شوف الهندي 10 من 10 صراحه ما شاء الله تبارك المستوى. ايوه اوكي الصيني ماني محبينه مره لكن صراحه بديت احبه. حلو اديهم 8 من 10 او 7 من 10 الصيني. الصيني صراحة. يا سلام. وتبغى صراحة؟ يا سلام. وهو يا سلام. صراحة. بتعطي انت ما جامد. حلو. بس صراحة. نقول 8 من 10 يعني الصيني. 8 8 من 10. ما شاء الله تبارك. ايوه. يعتبر تقييم كويس. لا هذا عن نفسي اللي حاب يتأكد من تقييم يجي يجرب. بس يجي يجرب. يجي يجرب أهم شيء دجاج الزبدة. اوف. بس. هذه اللي انا اقول لكم 10 من 10 اكيد مليون بالمئه. طيب يا اخوان الله يسعدكم ويعطيكم العافيه. نحن كده وصلنا لنهايه حلقه اليوم. اعطونا رايكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمه. سلام سلام.